مشاهدينا مستمرين معكم، ويعتبر من الأمراض الشائعة في الجهاز الهضمي والتي يترتب عنها مضاعفات وأعراض صحية مزعجة يمكن أن تؤثر على حياة الإنسان المصاب، كونه لا يعود قادرا على الاستمتاع بأموره الحياتية، كما أنه يضطر للتخلي عن الكثير من العادات لمنع مضاعفات التهيج أو تهيج الأمعاء. الحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا نرحب معكم مشاهدينا في الاستوديو بالدكتور علي محمد عيسى، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي. صباحك خير، يعطيك الصحة والعافية. صباح النور يا صباح الخير دكتور. صباح النور. حياك الله. أهلا. الله يسلمك. بداية نتكلم بشكل عام عن متلازمة تهيج الأمعاء. متلازمة تهيج الأمعاء هي حالة صحية شائعة بينصاب فيها تقريبا حوالي 10-20% من الناس فترات معينة من حياته، ممكن تستمر لفترة طويلة، مثل ما ذكرتي حضرتك تسبب إزعاج وتسبب اضطراب نمط الحياة. هي عبارة عن مجموعة من الأعراض. نعم. اغلب شيء بنشوف موضوع الألم البطني والانزعاج، إضافي بيترافق معه اضطراب بعادات التغوط والذهاب للحمام، سواء زيادة عدد هالمرات أو تناقصها، وهالشيء بيرافق بيتكرر بشكل يومي لفترات طويلة، ومثل ما خبرتي بيسبب انزعاج للمريض وبيأثر على وظائفه وعلى عمله وعلى نومه أحيانا. جميل دكتور، نتكلم عن موضوع تهيج القولون، ويمكن يعني أكثر الناس عندها فكرة أو المرض القولون. خلينا نعرف ما هو القولون وأسباب كذلك تهيج القولون. بالضبط، القولون هو عبارة عن هو الأمعاء الغليظة. مثل ما بنعرف نحن الجهاز الهضمي هو عبارة عن أنبوب عضلي وغشائي بيمتد. نعم. من الفم حتى الشرج، في المريء المعدة، بعده بتجي عنا الأمعاء الدقيقة، والجزء الأخير منه هو الأمعاء الغليظة اللي هو بيصطلح على تسميته الكولون. من الشائع جدا عند الناس وعند المرضى اللي بنشوفهم أنه معه الكولون، بيشكي من الكولون أو عنده مشكلة الكولون. طبعا يعني هذا كلام مو كتير دقيق علميا، لأنه كل الناس هو عضو من أعضاء الجسم. نعم. كل الناس عنده واحد عنده عين يعني. كل الناس عندها الكولون بالضبط. فالمشكلة اللي بتصير أنه هذا النوع من الأمراض الاضطرابات اللي حكينا. نعم. عنه اللي بنسميه نحن علميا متلازمة الأمعاء الهيوجة أو المتهيجة، أكثر شيء بيكون الأعراض هي ناشئة عن تركز بمنطقة الكولون، عن وظيفة عمل الكولون اللي هي عبارة عن تنظيم طرح الفضلات بشكل عام. فالانزعاج اللي بيترافق عنه أغلب الأحيان بيكون منطقة الكولون. طبعا هالاضطرابات الوظيفية ممكن تشمل أي جزء من أجزاء الأنبوب الهضمي، يعني مو محصورة حصرا بالكولون. في أجزاء من الأعراض مرتبطة بعمل الأمعاء الدقيقة. نعم. في أجزاء منها مرتبطة بعمل الكولون. جميل، حلو دكتور. أبغي يعني أعرف من خلالك، نسمع مصطلح القولون العصبي أو نفرق أمراض القولون، يعني شو المرض، يعني هل في أكثر من مرض يصاب به القولون أو هو مرض؟ طبعاً القولون مثل أي عضو بالجسم، في كتير أمراض ممكن ينصاب فيها، من التهابات، من أورام أو الاضطرابات الوظيفية. لما بنحكي عن موضوع القولون العصبي أو تلازمة الأمعاء المتهيج اللي هن اسمين، المشكلة مثل ما ذكرت هي ما أنا مشكلة خطيرة، نحن ما عندنا مرض بيهدد حياة الإنسان على المدى البعيد أو بيأثر على حياته، ما في مشكلة ورمية، ما في مشكلة التهابية، مشكلة إلى علاقة بعمل هالعضو. نعم. وبنقول العصبي لأنه دور كبير من هالموضوع له علاقة بالجهاز العصبي الخاص والمسؤول عن تنظيم حركة الكولون. حركة الكولون ووظيفته من ناحية التقلصات، من ناحية جمع الفضلات وطرحها. فلذلك هالاضطراب هالعملية بيسبب هالأعراض اللي عم نشوفها، الألم البطني بسبب زيادة هالتقلصات، أو يكون المريض عنده حساسيته للشعور اللي ممكن أي شخص عادي يشعر فيه نتيجة لحركة الأمعاء، بتكون حساسيته أعلى أكثر. فالشعور اللي ممكن أنا وأنت ما ننزعج منه ممكن يكون مزعج أكثر ويسبب له ألم بالنسبة له. نعم. بالنسبة لتهيج الأمعاء أو متلازمة الأمعاء. نعم. المتهيجة ذكرت أن هناك في ألم في المعدة أو ألم في البطن، أعراض ثانية، علامات ثانية ممكن تدل أن هذا شخص مصاب بهذه المتلازمة. تماما، مثل ما ذكرت العرض الأساسي هو الألم. نعم. دائما بيترافق مع اضطراب عادات التغوط والذهاب للحمام، سواء إسهال أو إمساك، يعني. نعم. سواء الشخص بيصير يروح على الحمام فترات متكررة أكثر من الطبيعي، ما بيحس بارتياح، أو بيصير يروح فترات أقل. طبعا من الأعراض الثانية الشائعة هي حس الانتفاخ بالبطن، حس الامتلاء. ممكن تترافق مع اضطراب بالنوم، ممكن تترافق مع حس بالانزعاج، العلاقة متبادلة بينه وبين موضوع الستريس والتوتر الناشئ عن الحياة العملية. الستريس بيزيد الأعراض، والأعراض ممكن كمان تسبب زيادة بالستريس. الشيء اللي بيخلينا لما بيجينا مريض نعرف أنه هاي المشكلة
طبعا نحن بحاجة لنعمل فحوصات، بس أهم شيء أنه هذا الموضوع ما بيترافق مع العلامات اللي بنسميها إشارات الخطر. يعني مثلا المريض ما راح يصير عنده نقص وزن شديد، المريض راح يضل قادر يعيش بشكل طبيعي، ما بيصير عنده نزف مثلا، ما بيصير عنده صعوبة بالأكل، أو في العلامات اللي لما بيذكر لنا إياها المريض نحن بنفكر أنه لا ممكن يكون في مشكلة جدية. فهي الأعراض هي مستمرة، بتستمر فترة طويلة، بس المريض بشكل عام بيضل بصحة كويسة، كل التحاليل والفحوصات اللي نحن بنعملها كأجراء أولي بتكون طبيعية. نعم. هذا الشيء بيوجهنا أنه هون المشكلة. حلو جميل. دكتور نتكلم عن الفئة العمرية الأكثر إصابة بأمراض تهيج الأمعاء. الفئة العمرية الأكثر إصابة هي الفئة الشباب والناس اللي بمرحلة الدراسة أو ناحية الحياة العملية الفعالة من 20 إلى 40 سنة تقريبا، بس ممكن نشوفها عند أعمار أصغر بشكل أقل، ممكن نشوفها طبعا عند أعمار متقدمة أكثر بعد عمر 50 أو 60، بس بشكل عام نحن لما بيجينا مريض فوق عمر 50 سنة وعم يشكو من هالأعراض بنحاول أكثر نروح فورا نعمل استقصاءات ونتأكد أنه ما في مشاكل مرضية جدية تانية. صحيح. هل تهيج الأمعاء دكتور اليوم ممكن أن يندرج أو يصنف تحت مرض معين ولازم المصاب به ياخذ علاج معين ودواء معين، ولا أنه مجرد يعدل نمط حياته ويتغذى غذاء سليم؟ سؤال كتير كويس. هالشيء بيتعلق طبعا بيختلف من حالة لحالة، بيتعلق بشدة الأعراض، بيتعلق بالمريض بحد نفسه. جزء كبير من الناس اللي بيشكوا من هالمتلازمة ما بيروحوا لعند الطبيب. نعم. لأن ممكن بيعرف حاله أنه هالموضوع صار له عنده فترة طويلة، حاسس أنه ما تغير شيء، ممكن حدا من العائلة من الأصدقاء يعطيه شوية نصائح ويكتفي فيها. في ناس بيجوا لعند المريض طبعا، بيجوا لعند الطبيب عفوا. المعالجة بتتقسم لعدة أجزاء، نحن دائما بنفضل نبلش بالإجراءات الأفضل، أنه بعض النصائح، طبيعة الأطعمة، تغيير نمط الحياة، تجنب أطعمة معينة، مراقبة التخفيف الستريس والتوتر. المرضى اللي بيكونوا عم ينزعجوا ما بيستفيدوا من هالإجراءات، في أدوية ممكن نحن نوصفها لتخفف الأعراض، هي أدوية مسميها أعراضية. بعض الحالات اللي ممكن كتير تسبب إزعاج للمريض وما تستجيب للأدوية، ممكن حتى نروح لجزء من أصول المشكلة، نعالج المواضيع اللي لها علاقة بالستريس، المواضيع اللي لها علاقة بالنفسية، ممكن حتى أحيانا نحتاج نستخدم بعض الأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب لنسيطر على الأعراض. نعم. متى يكون التدخل الجراحي يعني لابد منه في هذه الحالة؟ ما في أبدا أي تدخل جراحي ضروري مثل الحالات. التدخل الجراحي حصرا لما بيجينا مريض وبيكون محول من زميل، أو مريض متصور انه عنده مشكلة كولون عصبي ونتيجة نعمل فحوصات واجراءات نكتشف لا انه في مرض ثاني ممكن يحتاج لتدخل جراحي. يعني على سبيل المثال دكتور، مريض يعاني من تهيج الامعاء او القولون العصبي او تهيج القولون، ففي هذه الحالة دائما الطبيب ينصحها بتناول اطعمة معينة وتجنب بعد اطعمة. شو الاطعمة اللي لازم يتجنبها وشو الاطعمة اللي تساعد على عملية الهضم بشكل اسرع؟ هذا الشيء بيلعب مثل ما خبرتك دور كبير، بيختلف من مريض لمريض، لانه استجابه الجسم لاطعمه معينه بتختلف عن شخص والثاني وطبيعه الاعراض. يعني لما مريض بيكون عم يشكي مثلا من امساك، اكثر شيء بننصحه انه يكسر من الاطعمه اللي فيها الياف، الخضروات والفواكه، شرب الماء الكثير. ممكن احيانا لما بيكون في المريض بيعاني من اسهال يكون النصيحه معاكسه شوي. بشكل عام الأطعمة اللي أكثر شيء بتسبب الأعراض عند هدول المرضى هي البقوليات، الأطعمة اللي السبايسي، هي ننصح تجنبها، يعني الأطعمة الحارة، البصل ممكن كمان من الأطعمة اللي مسؤولة، وفي حميات جديدة حاليا بتعتمد على توافر بعض أنواع السكريات مثل السكر الفركتوز، السكر الفواكه، في الأطعمة اللي غنية فيه بنعرف أنه بتزيد هالأعراض عند المريض. نعم. مثلا بعض انواع الفواكه مثل التفاح والمانجا ممكن تزيد، كمثال لاحظت ممكن تزيد هالاعراض. من الشغلات اللي نحن كمان بنتحراها عند المرضى اذا في عندهم مشكله باضطراب تحمل الجلوتين، او مثل ما بسموه الداء الزلاقي، البروتين اللي موجود بالقمح. صحيح. هذا وجود هالامر هذا ممكن كمان يزيد الاعراض عند المريض. جميل. يعني في الخلاصه دكتور، الواحد لابد انه اذا ما حس بالام توجه الى الطبيب فورا، عدم يعني اخذ الموضوع بسهوله، لان بامكان
يعني يكون عنده هذا الـ طبعا دائما بننصح نحن لما اي شخص بيحس بظهور اعراض جديده يستشير الطبيب، وهو ممكن نصيحه الطبيب تفرجي اذا كان موضوع خطير وبيستاهل المتابعه وموضوع بسيط وبينعالج بسهوله. جميل، شكرا لك يا للجميع يا رب، شكرا لك والعافيه. كل الشكر وتقدير مشاهدينا الدكتور علي محمد عيسى اخصائي امراض الجهاز الهضمي والكبد على هذه المعلومات القيمه. فاصل من بعدها نواصل القناه.